هندخل على حاجة اسمها نظرية التصادم. كيف يتم التفاعل؟ يتم التفاعل بخلط المعادلة تصادم المتفاعلات مع بعض عشان يعطيني ناتج. يبقى أنا عندي أي تصادم، هل بيكون في ناتج؟ لا، التصادم لازم يكون تصادم في الاتجاه الصحيح. يبقى نظرية التصادم هي نظرية بتبين مفتاح التفاعلات. التصادم شرط أساسي لحدوث التفاعل، توفر الاتجاه المناسب. يعني لو مثلا عندي مركب وعندي مركب ثاني، كده لو هيتصادم مع بعض لا، خلاص لا، ده اللي لازم يكون في اتجاه صحيح. يعني مركب مثلا اتصادم كده، يبقى كل مركب اتصادم مع كل مركب. التصادم لازم يكون في طاقة تنشيط، طبعا يكون مش لازم كبيرة، طاقة تنشيط مناسبة لحدوث التصادم. ما هي طاقة التنشيط؟ حد أدنى، يبقى لازم يا جماعة طاقة التنشيط تكون أقل. لو كانت أعلى التفاعل سرعته بتكون قليلة جدا، لازم تكون حد أدنى. يبقى هي الحد الأدنى من الطاقة لدى التفاعلات، وتكوين المعقد النشط وإنهاء التفاعل. يبقى هذول رسمتين مهمين جدا وهتكلم عليهم الآن. أولا إحنا قلنا طاقة التنشيط هي اللازمة لحدوث المعقد النشط، تكون طاقة أقل. ما هو المعقد النشط؟ حالة غير مستقرة بتكون قبل الناتج، بتنشأ من تجمع الذرات، يتم فيه بيولوجيا تكسير روابط، تكوين روابط تمام وتكوين النواتج. حلو كده، ويتكون بيكون حالة ما بين النواتج والمتفاعلات. مين السبب في تكوين المعقد النشط؟ طاقة التنشيط. خلاص كده. طيب المعقد النشط، تكوين المعقد النشط قد يكون نواتج أو متفاعلات. إزاي؟ يعني أدي متفاعل تمام، أدي معقد نشط. هنا مين؟ هنا الناتج. ممكن التفاعل يتم يدينا ناتج، وممكن التفاعل ما يتم يرجع للمتفاعل تاني. يبقى إذا المحفزات زي ما قلنا هي مثال لتقليل المعقد النشط، تقليل طاقة التنشيط. الرسمتين دول زي ما قلنا مهمين جدا. الرسمتين دول مهمين جدا، مهمين في إيه بالظبط؟ أدي المتفاعل يؤدي الناتج، وبينهم المعقد النشط. مين لون؟ يعني معقد نشط. ادي متفاعل، ادي ناتج، بينهم معقد نشط. مين المسؤول عن معقد النشط؟ طاقة التنشيط، activation energy. عشان كده قلنا عليها ال EA، يعني طاقة التنشيط. خلاص. طيب هنا ده مثال لتفاعل طارد الحرارة، بيبدأ من تحت أسفل، ثم كده بيبدأ من النص ثم تحت، يعني كده. إنما الماس بيبدأ من أسفل ثم يتجه للمنتصف، أسفل ثم للمنتصف، ده بيكون مقص في البعض كده. كليهما في نواتج ومتفاعل ومعقد نشط وطاقة تنشيط. خلاص. إذا هنا بيقول لي التفاعل الكيميائي الأسرع الذي طاقة تنشيطه إيش؟ أقل ولا أكبر؟ إحنا قلنا طاقة التنشيط كلما كانت أقل كلما كان التفاعل أسرع. تعالوا نشوف أقل طاقة عندي مين؟ 31 و 42 و 35، 59 أكبر طاقة؟ لا. 42 أقل منها شوية؟ لا. 35؟ لا. يبقى الإجابة هتكون مين؟ الإجابة الأقل، أقل واحدة فيهم 31.